هذه أخبار العالم بصور من باتي جازيت البريطانية. هذا البرتقال اليفوي الأصيل الفواح يجمع من بيارات فلسطين للتصدير إلى بريطانيا. لم يدرك غالبية الفلسطينيين أنهم على وشك أن يكونوا ضحايا لتطهير عرقي. بعد 30 عاماً من الانتداب البريطاني على فلسطين، وجدت بريطانيا في الأمم المتحدة مخرجاً لمأزقها. For granting the Jewish Agency for Palestine a hearing, when we speak of a Jewish state, we do not have in mind any racial state or any theocratic state, but one which will be based upon full equality and rights for all inhabitants without distinction of religion or race and without domination or subjugation. عقدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 29 نوفمبر لعام 47 جلسة بهدف تقسيم فلسطين. ثم هذه خريطة الأراضي، كما ترين اليهود لم يملكوا أكثر من 5.5% من مساحة فلسطين. لكن القرار منحهم نصف مساحة فلسطين. تعمد القرار تجاهل كلمة فلسطين وجعل إنشاء دولة عربية أمراً غير قابل للتطبيق، فيافا منقطعة عن باقي أجزاء الدولة وغزة منفصلة عن أراضيها الزراعية، وعلى هذا جرى التصويت. The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. أمريكا بالأساس إذن وفي عهد ترومان هي التي صنعت هذا القرار ودفعت ثمنه عن طريق الضغط وعن طريق الرشاوي إلى عدد من مندوبي الدول، وقد اعترف مندوبو لايبيريا في إفريقيا والفلبين وغواتيمالا، عدد من الدول اعترفوا خطيا بمذكراتهم بالضغط الأمريكي عليهم أو على حكوماتهم للتصويت بدل التصويت مع العرب أو التصويت أو الامتناع عن التصويت إلى التصويت مع القرار الذي أمريكا وضعته. نشرت الصحف العربية أسماء الدول التي أيدت قرار التقسيم، وتظاهر العرب ضد القرار. لم يكن متصورا في الأمم المتحدة أو أي مكان آخر في العالم أن تتقاسم حركة تحرر وطني الأرض مع مجتمع مستوطنين. ما كان مهما للصهاينة في قرار الأمم المتحدة هو الشرعية الدولية، لكنهم لم يهتموا بالحدود ولم يتوقفوا عن التفكير في كيفية طرد الفلسطينيين. أرادوا ترسيخ المبدأ وهو مبدأ الدولة اليهودية. حالما رسخ المبدأ وقبل دوليا هم تكفلوا بالتفاصيل، ولذلك برأيي الترانسفير هو مترتب عن فكرة الدولة اليهودية في مكان لا يوجد فيها أغلبية يهودية، وبالتالي لا مجال للف والدوران حول هذا الموضوع. قلتي دولة يهودية، قلتي ترانسفير. بعد قرار التقسيم أعلنت بريطانيا أنها ستنهي انتدابها في 15 مايو للعام التالي، عام 48. اشترى اليهود أسلحة ومعدات من الجيش البريطاني في فلسطين بما فيها 24 طائرة بمبلغ 5 ملايين جنيه، وقرر مجلس الجامعة العربية إعداد الشعب الفلسطيني للكفاح بتدريب 3000 من المتطوعين في سوريا. صرح المفتي أمين الحسيني في علي بلبنان: الدول العربية ستأخذ على عاتقها تحرير فلسطين. حاجة من الحسيني في 37 تلقى من هون
11 سنة أو 10 سنين ما كان في فلسطين، ما كان يعرف الوضع. هون كان في كتير من الناس كانوا يشوفوا التمارين الصهيونية، كانوا يشوفوا كيف مسلحين، كانوا يشوفوا الكبوتسات والمستوطنات تبعهم، كانوا يعرفوا إحنا شو منسوي ضد هدول. بدأ الفلسطينيون بتنظيم لجان محلية للدفاع عن النفس، وتوجهوا مع نهاية عام 47 إلى دمشق وبيروت والقاهرة للتزود بالسلاح والتدرب على استخدامه. إحنا لما صار الإنجليز بدها تطلع وتسوي ما عندنا سلاح، رحت أعطاني أبوي مصاري ورحنا صرينا بارودة فيها يا ابني ثلاث رصاصات بارودة حق 100 ليرة فلسطيني فيها ثلاث رصاصات. شروا كم خلقة بارودة يطلع هالشباب تدربوا عليهن. وصلنا لحد سحماتة قالوا لي جرب بشوف حظك بتقوس أو لا، في عمود هناك مسكت رصاص قوس اجت بالحديدة. طلقة تطلع طلقة تظل معصمة في جواها، جيبوا قضيب على الحديدة صيروا يتكوا في هالبشل. طفوا كم رصاص وبلشت العام، خلاص الفشل، خلاص الفشل منا. بداية عام 48 ورغم وجود الانتداب البريطاني، كانت الوكالة اليهودية تسيطر عملياً على فلسطين إدارياً وعسكرياً، وبلغ تعداد جيش الهجنة 35,000، إضافة إلى 10,000 مقاتل من وحدات الكوماندوز البلماخ وعصابتي الإيرغون وشتيرن. في المقابل لم يعد هناك بعد سحق الانتداب البريطاني للثورة الفلسطينية سوى 2500 من الثوار و4,000 متطوع عربي وفلسطيني أطلق عليهم اسم جيش الإنقاذ، دخلوا على دفعات بقيادة فوز القاوقجي. أي أنه حتى 15 من مايو لعام 48 كان أمام كل فلسطيني أو عربي بسلاحه البسيط 6 يهود مزودين بكافة الأسلحة الحديثة البرية والجوية. عندما سئل قائد القوات البريطانية في فلسطين الجنرال دارسي عن الوضع العسكري عند انسحاب بريطانيا قال: يستطيع جيش الهجنة السيطرة على فلسطين ضد العالم العربي بأسره. مجموعة صغيرة من قادة الصهاينة كانوا يلتقون بانتظام أسبوعيا من فبراير 47 إلى فبراير 48، يخططون لتطهير فلسطين عرقيا. لم يتخذوا هذا القرار في يوم، مع كل أسبوع كانت قناعتهم تزداد بأن هذا هو الطريق الصحيح أمامهم. بداية عام 48 حدث تفجيران متتاليان، تفجير السراي الكبير في يافا وقتل 26 بسيارة ملغومة، تفجير فندق سميراميس في القدس وقتل 20 فلسطينيا. في أرشيف مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أكسفورد وجدنا وثيقة ذات مغزى. في هذه الرسالة بتاريخ 6 يناير أرسل المندوب السامي ألين كانينغهام إلى ديفيد بنغوريون مستفسراً عن معلومات وصلته أن الهجنة هي وراء تفجير فندق سميراميس. بعد يومين وصل رد بنغوريون بتوقيع الخادم المخلص للمندوب السامي على ورقة باسم الوكالة اليهودية لفلسطين بأن الهجنة هي فعلاً المسؤولة عن التفجير. خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 48 قام الصهاينة بعشرات التفجيرات في المدن والقرى وقتل فردي على الطرق باستخدام المستعربين، أي الصهاينة المتخفين بزي عربي لتنفيذ عمليات خاصة. في حيفا وحدها وفي الأسبوعين الأخيرين من يناير قتل المستعربون على الطرقات 100 فلسطيني. شتوي في أوان البرتقال يعني في شهر 1، فروحنا هناك شافونا من بعد حوالي كيلو اليهود من مستوانا البريطاني وصاروا يطلقوا رصاص، تخبينا ورا صناديق البرتقال وكانوا عمال البرتقاني يلقطوا
في هذاك الوقت. احيانا يستعملوا بعض الديناميت، ينسفوا بعض البيوت المتطرفه اليهود، يعني هاي اشياء بتذكرها. اليهود صارت تطلع على القرى بالليل، فاهم، وتعمل تحط قنابل وتسوي انفجارات ولهذا. صرنا احنا ناخذ الباروده ونحرس خوفا من انه اليهود يدخلوا يعملوا وكذا. A direct challenge to the United Nations and its powers of war prevention comes from Palestine. التحدي الرئيسي للأمم المتحدة وقواها الرامية لمنع الحرب يأتي من فلسطين. الهجناء القوة التي نشأت في البداية قانونيا للدفاع عن المستوطنات اليهودية أصبحت تعمل جنبا إلى جنب مع منظمات الأرغون والأومي، الجيش الإرهابي الخارج عن القانون. لا يوجد نقص في السلاح أو الذخيرة. The cameraman taking these pictures was led blindfold. المصور الذي التقط هذه الصور تم اصطحابه مغمض العينين إلى موقع التدريب. طور الصهاينة تصنيع قاذفات اللهب لحرق القرى، واتجهت فرق من الهجنة والبلماخ فجر 15 فبراير لتنفيذ تجربة عملية لطرد الفلسطينيين. إسحاق رابين ضابط البلماخ الميداني كان المشرف على طرد 1500 فلسطيني من قرية قيسارية في قضاء حيفا وتدميرها. الذي فعلته القوات الصهيونية هو أنها استهدفت 5 قرى على الساحل وقامت بتجربة لترى هل سينجح الأمر. طردوا سكان القرى 5 تحت أنظار الجنود البريطانيين الذين كانوا ما يزالون في فلسطين حتى مايو عام 48، ووجدت أن الأمر كان سهلا، فلم يكن هناك مقاومة كبيرة ولم يتدخل البريطانيون. دراسة بسيطة جدا وسريعة لكيفية سقوط القرى الفلسطينية نصل إلى استنتاج إنه كل قرية فلسطينية كانت لوحدها تواجه مخطط وهجوم عسكري من قبل المنظمات العسكرية الصهيونية. كان أهل القرية 20-30 شاب معهم بنادق قديمة يدافعون عنها بدون مثلا التنسيق مع من ضمن خطة عامة. عند عدد من الضباط اليهود صاروا شافوا انه سهل جدا تشرد او تشتت او الفلاحين الفلسطينيين. الموضوع اللي كان بالحركه الصهيونيه انه بدنا احنا دوله مع اقل عدد ممكن من العرب. في تل ابيب كان الاربعاء 10 مارس يوما حاسما لقياده الهجنه. الاجتماع الأخير كان في 10 مارس عام 48 حين أنهوا مسودة الخطة الدالت التي وضعت فيها التفاصيل النهائية لكيفية طرد الفلسطينيين وأخذ أملاكهم. بن غوريون أعطى تعليمات بمصطلح نظفوا، يعني قديش بتقدروا تطردوا عرب أطردوا. كتب ديفيد بن غوريون في مذكراته: في كل هجوم يجب إيقاع ضربة حاسمة تؤدي إلى هدم البيوت وطرد السكان. كان المناضلون العرب والفلسطينيون مصممين على الدفاع رغم إدراكهم ضعف الإمكانات. في 16 مارس نشرت صحيفة النضال اللبنانية خبراً مفاده أن قائد حامية حيفا المتطوع الأردني محمد الحمد الحنيطي يسعى للحصول على سلاح. كان والدي في حيفا، ولما رأى أن المناضلين ينقسم التدريب والسلاح حز في نفسه، فاستثار همم ضباط الصف من الجيش العربي الأردني واستعدوا أنهم يلبسوا ملابس مدنية ويدربوا المناضلين. طبعا كلوب باشا كان قائد الجيش الأردني، طلب والدي وقال له: أنت يعني ليش تعمل هيك؟ قال له: أنا عربي وعلي أني أساعد أهلي العرب، إحنا بندافع عن
أرض العرب وعن الصخرة، وأنت ما بتعرف شو معنى الصخرة لا بالنسبة للأمة العربية والإسلامية. فلما شعر والدي أنه عليه ضغط استقال من الجيش العربي، فتوجه والدي إلى بيروت ودمشق للحصول على الأسلحة. حصل على كميات من الأسلحة في أثناء عودته من في قافلة السلاح من بيروت إلى حيفا. كانوا شباب نادي أسامة العكي بانتظارها، فعكا بيشوفوهم لليهود، قالوا احنا شايفين اليهود قاعدين بيجمعوا لك وحطوا لك موانع من 3-4 أيام، فالأفضل أنك تعود بالقافلة عن طريق بيروت دمشق عمان. قال لهم أنا إذا بغيب عن حيفا يوميا بتسقط حيفا، ولذلك لازم أخترق الموانع هاي واللي الله كاتبه بصير. في اليوم التالي وقع الإحناطي في كمين صهيوني، فاستشهد مع 12 مناضلا ودفن في عمان بالأردن. هلا طبعا السؤال ليش ما كان في عندهم أكثر سلاح؟ كيف اليهود نجحوا؟ وهذا لسبب الدعم الصهيوني، اليهود من برا كيف ساعدوا الحركة الصهيونية، وشو كان دور العرب؟ العرب وعدوا كثير وعملوا قليل. بدلا من توحيد القوى الصغيرة التي كانت موجودة، تقرر أن يقوم كل من القادة العسكريين آنذاك وهم عبد القادر الحسيني وحسن سلامة وفوزي القويقجي بعمليات منفصلة. لم يكن هناك تنسيق، وذلك ساعد الجانب الصهيوني. توجه عبد القادر الحسيني قائد منطقة القدس إلى دمشق لطلب السلاح دون نتيجة. كتب عبد القادر في 6 أبريل رسالة لجامعة الدول العربية يحملها مسؤولية ترك الفلسطينيين بدون عون أو سلاح، ثم رهن أرض جده لشراء السلاح، وتوجه في 8 أبريل للدفاع عن قرية القسطل المشرفة على طريق القدس. في معركة القسطل استشهد عبد القادر الحسيني. وبينما كان الفلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد الحسيني ورفاقه في القدس، في 9 أبريل بدأت المرحلة الثانية من العملية العسكرية الصهيونية لطرد الفلسطينيين من القرى القريبة من القدس والواقعة خارج حدود الدولة اليهودية حسب قرار التقسيم. هاجمت وحدة من عصابتي الإرغون وشتان بالتعاون مع الهجنة قرية دير ياسين فجراً، وذبح الصهاينة حتى الظهر 100 فلسطيني. وحتى مذبحة دير ياسين كانت تبعد 2 أو 3 كيلومتر عن مكتب مدير البوليس البريطاني في القدس، وعندما أخبروه أن هناك مذبحة تدور في دير ياسين لم يتحرك وقال هذا ليس من شأننا. البريطانيون للأسف الشديد خذلوا السكان العرب، ليس هناك شك في هذا. القوات البريطانية في فلسطين كان مفترضا بها حماية السكان، لكن الجنرال سير هيوز دوكويل الذي كان يتولى القيادة في حيفا في أوائل مارس عام 48 أعطى تعليمات واضحة بأن علينا ألا نتدخل في أي نشاط على الإطلاق. ما أظن أنهم كان مبسوطين مع هذه النهاية، كانوا يشعروا بشكل of uselessness. بعض الشرطة الذي حكيت معهم قالوني في هذه الفترة قد نمشي في الشارع نرى الصراع بين يهودي وفلسطيني وإحنا زي ما كنش في المكان.
بدأ الجيش البريطاني في الانسحاب من المدن قبل شهر من الموعد المحدد لانتهاء الانتداب، وكانت القوات الصهيونية تدخل المواقع حال انسحاب البريطانيين منها. كان كامب للجيش البريطاني، وهذا الكامب كان سبب في خروج البلد أو القضاء على البلد. فكانت استلمته الإنجليز زي ما قلت لك، والإنجليز أجوا في الليل طلبوا من اليهود يستلموا الكامب، سلموا في الليل. فهذول أهل القرى القراب راحوا يستلموا المعسكر الكامب، ففاجأوا في اليهود. راحوا لك اليهود الملك زين، لما انقربوا اليهود رشوا اللي رايحين، إيش مات وإيش انجرح. اللي انجرح يزحف يوصل بين الشجر والكمح، واللي ما ظل مات، ولا حدا جابه ولا إيش. بريطانيا أعطت سلاحها لليهود، كانت اليهود مدرعاتها دباباتها أسلاحها كلها سلمت اليهود وطلعت بريطانيا. سلموا لهم أو هم استلموا 2700 مبنى حكومي، 50 محطة قطار، و3000 كيلومتر من الطرق المعبدة، وعدة موانئ. وسلموا لهم 37 أيضا معسكر جيش بعضهم الآن بالأسلحة وقطع الغيار. جاء دور طبريه في 16 نيسان، وجاء الجيش البريطاني كان في طبريه يحذر السكان العرب بأن عليهم أن يغادروا المدينة. بعض السكان بدأوا بالمغادرة، بقي منهم عدد كبير للدفاع عن المدينة، ووالدي كان من العائلات الفرنسية التي بقيت ورفضت أن تخرج من المدينة في 16 شهر و 17 شهر. فجاء ضابط بريطاني إلى والدي، والدي باعتباره قسيس، أنه يا قسيس عليك أن تغادر المدينة حتى يغادر أبناء الطائفة المدينة. فقال والدي لا، لن أغادر، هذه بلدي وفلسطين بلادي، وأريد أن أبقى في حيث أنا. وقال الضابط حجة الزعم المألوف أنه اليهود لهم حق بفلسطين. والدي كان عنده جواب كافي أنه لا حق لليهود بفلسطين. ضابط جاء بشاحنة وبقوة وضع والدي وشقيقتي، والدتي كانت بالمستشفى مريضة بالقلب، جاء بها أخرجت من المستشفى وضعت بالشاحنة وأخرجوا للطبرية. ولم يبقى في طبرية إلا عدد محدود من المقاتلين واستشهدوا جميعا. استكمل الجيش البريطاني انسحابه من طبرية في 18 من أبريل بعد أن طرد 5000 من سكانها العرب، فاحتلها الصهاينة في اليوم ذاته. شاهدت بأم عيني كيف كانت العبارات البريطانية تنقل الفلسطينيين من حيفا إلى عكا. ترحيل، عملية ترحيل الفلسطينيين شاركت بها القوات البريطانية. في حيفا استكمل الجيش البريطاني انسحابه ظهر 21 من أبريل، فاقتحمها 5000 مسلح من الهجنة. كان في المدينة 580 مدافعاً فلسطينياً، استشهد منهم 60 وانسحب الباقي خلال يومين. احنا ظلينا لما حيفا سقطت. لما سقطت حيفا كانوا إذا يعني الرئيسية سقطت، الرأس سقط، واحنا شو بدنا نضل نساوي؟ شردنا طلعت العالم. من حيفا وباتجاه الشمال نحو لبنان كانوا يمرون من أمام مقرنا،
وكان مشهدا محزنا أن نرى كثيرا من العرب المساكين، بعضهم في شاحنات أو سيارات مع أسرة فوقها، وبعضهم يسيرون على الأقدام. سيل لا يتوقف من العرب الذين يخرجهم اليهود من حيفا في مشهد محزن للغاية. كان يمكن أن نوقف ذلك بما نملك من قوة عسكرية. هجر من حيفا 50,000 عربي من سكانها. هذا نصب تذكاري وضعه الإسرائيليون لما يسمى حرب تحرير حيفا. في هذه الأثناء كان الفلسطينيون يقاومون في يافا. قتال في يافا، منطقة الجبلية من أشرس المناطق اللي كانت تقاتل، هي متاخمة لتل أبيب والجوار هذول، تقاتل دفاعا عن يافا. تعرف مين كان يقودها؟ امرأة، يعني قيادة القوة اللي كانت، المتطوعين اللي كانوا هناك، امرأة اسمها مهيبة خرشيد، هذا للتاريخ كمان، وأنا شايفها بلباسها العسكري ومقاتل. خلال الأسبوع الأخير من أبريل اشتد القصف على يافا، وطرد أهلها بحراً إلى لبنان وبراً باتجاه شرق فلسطين والأردن. كانت القوات الصهيونية تفرز الذكور من سن 10 إلى سن 50 في معتقلات مؤقتة، وتعدم فوراً عدداً منهم لإرهاب الباقين قبل نقلهم إلى معسكرات اعتقال مركزية. تم استخدام المعتقلين في دفن جثث آلاف الفلسطينيين لمنع انتشار الأوبئة. كما أجبروا على نهب ممتلكات المنازل العربية. كانوا يأتون بالشاحنات ويفرغوا المنازل العربية من كل محتوياتها الهامة، يعني من فرقات القدر أنه كانوا يأخذون المكتبات الهامة زي مكتبات السكاكيني ونقول زيادة وحتى المكاتب العادية، وتؤخذ إلى حيث تودع اليوم في المكتبة الخاصة بالجامعة العبرية في القدس. مئات المكتبات الفلسطينية لأبرز الأعلام الفلسطينية من مخطوطات وسيرة ذاتية وكتب أخذت هذه الوثائق ووضعتها في أرشيف خاص يحمل اسم القوة خاصة الهجنة. المنهج اللي اعتمدته المنظمات العسكرية الصهيونية في عملية التهجير، فالبصة كمثل تم حصارها وقصفها من ثلاث جهات وأبقيت المنطقة الشمالية مفتوحة. طبعا والشاطر يفهم المقصود انه المنطقة الشمالية مفتوحة، شو بنقدر نوقع احنا ضحايا بيكون منيح، نعمل
ترويع وتخويف للسكان، وهذا اللي صار مع أهل البصة، أنه بنتيجة الحصار والقصف بالطائرات والمدفعية وعملية تهجير السكان صارت بالألف. اللي ما قدروا يهربوا تخبوا في كنيسة البصة، وبعد ما دخلت قوات الهجناء على البصة أخرجوا أربعة وتم قتلهم، شباب وصبايا بجيل الأربعتاش والخمستاش، والبقية قاموا في ترحيلهم. الهجرة تمت إلى لبنان لأنه تم قصف القرى والإغلاق عليها من ثلاث جهات. كذلك التهجير كان إلى سوريا من خلال محاصرة من ثلاث جهات والإبقاء على الجهة الشرقية الشمالية. فيما يتعلق في القرى الفلسطينية المحاذية لمنطقة الغور نفس الأسلوب، ومن هون تم خلق قضية اللاجئين من قبل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. حدث مرات عديدة أن الجنود الإسرائيليين، الجنود المختارين، أخذوا عشرة من الشباب إلى وسط القرية وأطلقوا النار عليهم وقتلوهم كي يرى جميع الناس ذلك فيهربون، وإذا لم يكن هذا كافيا كانوا يأخذون آخرين لقتلهم أيضا. الفلسطينيون غادروا طواعية متوقعين عودة منتصرة. وجه آخر لهذه الرواية هي أن الفلسطينيين غادروا بأوامر من قادتهم لإخلاء الساحة أمام دخول الجيوش العربية، وأنهم تلقوا وعودا بأنه بعد النصر العربي الكبير سيتمكنون من العودة إلى منازلهم. تلك هي الرواية الصهيونية التقليدية، وهي غير صحيحة على الإطلاق، وهناك كم هائل من الأدلة الملموسة التي تناقض هذه الرواية. نصف الفلسطينيين الذين أصبحوا لاجئين طردوا من منازلهم بحلول مايو عام 48، ومن بين 530 قرية فلسطينية التي دمرت في نكبة 48 فإن نصف هذه القرى تم هدمها قبل 15 من مايو. التطهير العرقي هو التخلص نهائياً من مجموعة عرقية كاملة من المكان الذي تعيش فيه، والمرحلة الثانية من التطهير العرقي هي محو هؤلاء الناس من المكان كتاريخ واستئصالهم من الذاكرة، والمرحلة الثالثة هي ضمان أنهم لن يعودوا أبداً. معظم المؤرخين يركزون على المرحلة الرسمية، لكن انهيار فلسطين حصل فعلا في النصف الأول من عام 48. ومع وجود الجيش البريطاني سيطر الصهاينة على خمسة مدن وهذه المساحة من فلسطين، ودمروا 200 قرية وارتكبوا عشرات المجازر وطردوا 350 ألف فلسطيني. شكل يوم 15 من مايو الموعد المحدد لانتهاء الانتداب البريطاني مشكلة، لأنه صادف يوم سبت، فلم يكن من الممكن إعلان الدولة العبرية يوم سبت وفق العقيدة اليهودية. لذا قامت الوكالة اليهودية بتوزيع الدعوات للإعلان عن الدولة يوم الجمعة 14 من مايو الساعة 4 عصرا في متحف تل أبيب للفنون. وكان على البريطانيين تقديم موعد خروجهم 24 ساعة. في الحقيقة كانوا يصدرون الأختام اليهودية قبل 14 من مايو، عدة أيام قبل ذلك. كان اليهود متأهبين ومستعدين للانطلاق، لا شك في هذا. في 14 من مايو هنا في هذا المنزل في القدس وقع آخر مندوب سام بريطاني ألين كانينغهام
أوراق انتهاء الانتداب البريطاني الذي جثم على أرض فلسطين 3 عقود حقق خلالها للصهاينة ما لم يكن بإمكانهم تحقيقه وحدهم. Friday, May 14, 1948. The minutes of Britain's mandate are ticking to an end. استعرض كانينغهام صباحا حرس الشرف أمام منزله بالقدس وطار إلى حيفا ومن حيفا بحرا إلى قبرص وأنزل العلم البريطاني. عندما احتل البريطانيون فلسطين عام 1917 كان عدد اليهود 50,000 وعندما غادروها كان عدد اليهود قد تضاعف 10 مرات فبلغ 500,000. وصل بن غوريون إلى مكان الحفل. وقرأ بيان إعلان استقلال دولة إسرائيل. سمي هذا الحدث بإعلان الاستقلال وكأن دولة إسرائيل كانت موجودة من قبل. ووقع قادة الصهاينة على البيان. وراء بن غوريون كانت صورة هيرتزل الذي أصدر كتاب دولة اليهود عام 1896 ورفع علم إسرائيل، العلم ذاته الذي رفع في مستوطنة ريشون لتسيون عام 1885 والذي يمثل خطاه الحدود التي تطمح إسرائيل إليها ما بين النهرين الفرات والنيل. لأن الصهيونية حركة ديناميكية فقد كانوا يعلمون وقتها أن الحدود لم تكن نهائية وأن الفرص ستأتي في الوقت المناسب ليأخذ الباقي، وفعلوا ذلك عام 67. كان ذلك تفكير الحركة الصهيونية، إقامة دولة يهودية ثم التوسع التدريجي لحدود الدولة اليهودية. Israel, they have named their state, and the new citizens of Israel cheer the men who have signed the Jewish Declaration of Independence. They leave the hall, Ben Gurion first. Then Goldie Meyerson, woman member of the new Council of State, and Foreign Minister Moshe Shiftok. Chaim Weizmann becomes Israel's first president. Minutes later, electrifying news. عدل نص الوثيقة الأمريكية التي كانت تعترف بدولة يهودية جديدة إلى نص يعترف بدولة تدعى إسرائيل. وقع الرئيس الأمريكي ترومان عليها واعترف المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة بالدولة الجديدة. الذي حصلوا عليه أنهم ورثوا نظام الدولة الإنجليزي. عندما أعلنوا الاستقلال لم يهدموا البنى القائمة، أخذوها كما هي. يعني في واقعية وبراغماتية رهيبة عند القيادة الصهيونية الأولى بقيادة بن غوريون. يعني البنية الدولة تؤخذ من الانتداب، من الجيش للأمن كما هي، ثم يبدأون بصهيانتها. عندما تم الإعلان عن إقامة الدولة العبرية في تل أبيب مباشرة كانت المؤسسات تعمل في القدس الغربية، سواء كانت عن طريق البنوك أو مؤسسات الطابو أو مؤسسات السياسية أو مؤسسات البلدية. لو كان شخص يهودي يعيش في تل أبيب في يوم 15/5 أي ثاني يوم بعد ما أعلن الدولة، أذهب إلى مكتبي إذا كنت أشتغل في دائرة الصحة وأجد كل السجلات موجودة وكل الأعمال موجودة ومكتبي كما هو، ناقصا شيئا واحدا فقط، وهو أن زميلي الفلسطيني قد هجرناه وطردناه من وطنه. ولذلك أنهم استلموا دولة كاملة. ولذلك أنا بقول أنهم استلموا إسرائيل instant state، دولة جاهزة
دولة جاهزة ناقصا أهلها للطبيعيين. لم تسمح بريطانيا بدخول القوات العربية قبل 15 مايو. دخلت القوات العربية من حدود الأردن ولبنان ومصر، وهدفها المعلن تحرير فلسطين. يومها كان العنوان الرئيس في صحيفة نيويورك تايمز: اليهود في خطر محدق وسط البلاد الإسلامية. I've come back to the United States to tell Jews in the United States how the state of Israel has been formed. The Jews are holding their ground in the country in spite of the fact that they have been outnumbered by the Arabs, and the Arabs have come much better equipped with heavy arms than the Jews have in their possession. The reason is a simple one. Jews who are fighting in Palestine, the state of Israel, are fighting for the only thing that they have in their possession. It means life or death to them. Arabs who are invading Palestine from the Arab states have not that vital interest in this war. القوات اليهودية في عامي 47 و48 كانت أقوى بكثير، وحتى أكثر عددا بكثير من الجيوش العربية مجتمعة. كانوا مستعدين بشكل كبير ومسلحين كقوة محاربة تفوق جميع القوات العربية، باستثناء ربما جيش واحد، وهو الجيش الذي في الحقيقة لم يتغلبوا عليه، وإنما توصلوا لاتفاق معه عن الجيش الأردني. في الحقيقة الجيوش العربية السبعة التي دخلت فلسطين في البداية لم تكن يزيد مجموع أعدادها عن 24,000 جندي، وهذه مأساة أن كل الجيوش العربية التي شاركت لم تكن لتصل إلا لثلث أعداد اليهود العسكريين المدربين المستعدين للقتال. الجيوش العربية لم تكن معدة، لم تكن مستعدة، لم تكن منظمة، لم يكن هنالك القيادة الموحدة بقيادة الملك عبد الله، كانت تعمل في جانب والآخرين يعملوا بجانب آخر. الجيش العراقي يتلقى تعليماته من بغداد. كان في الحقيقة واحدا من أكثر التحالفات انقساما وتداعيا وافتقارا للتنظيم في تاريخ الحروب الحديثة. الحركات الصهيونية في منظمة الصهيونية تلك الفترة كانت تملك قرارها، العرب لم يكن يملك قرارها. الحركة الصهيونية في تلك الفترة كان عندها أسلحة متطورة جدا وعندها مصانع سلاح في فلسطين، نحن لم يكن لدينا شيء من هذا. الحركة الصهيونية والمنظمة الصهيونية في تلك الفترة كان عندها امتداد عالمي، كانت بأمريكا تقف إلى جوار، كان حتى السوفيات يقف إلى جوارها، وما كانت بريطانيا وكل عالم، نحن لم يكن يقف إلى جوارها. يعني بكل المقاييس كانت المعركة تسير في صالح المنظمة الصهيونية. بعد دخول القوات العربية بيومين جاء دور عكا. جاءوا اليهود واحتلوا تل نابليون، ومن هذا التل بدأوا يطلقون نيرانهم على البلدة القديمة. كنا ننتظر مجيء النجدة العربية، لم يأتي أي أحد. سقطت عكا وطرد 10,000 من سكانها. إجا عنا يوم الأيام مجيد بيك أرسلان، قالوا له يا بيك يا باشا صفت سقطت وعكا سقطت، وإحنا قعدنا بالنص هون وإحنا ما في عنا سلاح ولا شيء، شو بقولنا؟ قال ما كنت متأمل من أهالي ترشيعة أسمع الكلام هذا، والله عندما تسقط بيروت تسقط ترشيحة. راح ولا هو بعث لنا أنت التانك رايفل، هذول 2 مدفعية من أيام 6/6/6/6 مدورين معهم كل واحد رصاصة. قال هذا بخصيص من الدولة اللبنانية وهذا بدنا حقه، فهم؟ ظلوا على الشارع، أخذتهم اليهود. في بيجوا عراقي لعنا، فهم؟ ضابط اسمه جاسم، قال له يا أبو سامي بتعرف شو بقوله بالعراق اليوم؟ قال له شو؟ قال له لما بقوله دخلنا ترشيحة بيهللوا بيكبروا،
لما دخلنا عكا بيهللوا بكبروا، لما بفلان كاننا بكبروا، بيعرفوش احنا ما احتلناش ولا مستعمرة. انا راي على العراق، ان كان بدهم يقاتلوا والله جاي يقاتلوا، كان بدهم يقاتلوا في عنا اكل ناكل هناك. احنا قانون الدول العربية عمي، ما طلعنا احنا شوي ولا جاي من عبد الاله، قالوا لهم حل ما بك ترجعوا، رجعوا صاروا مثل والله يعني كيف من هالتراب ويعفوا عروسهم. الجيش العراقي خياني 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 خياني. أنا مضيت معظم الوقت مع الجبهة الأردنية، كنت أطل على الجبهة العراقية ورحت على الجبهة المصرية. بيقدرش الواحد يقول عنهم شيء، وبالعكس ناس حماسهم قوي وعملهم قوي، لكن للأسف وعدائهم للعدو حقيقي، وعدائهم لقيادتهم الإنجليزية على مستوى كتيبة وسرية، وهذا كمان خصوصا الجيش الأردني كبيرة. كان القائد العام للجيش الأردني هو البريطاني جون غلوب المعروف بغلوب باشا، ويساعده في القيادة 46 ضابطا بريطانيا. كان البريطانيون متفاهمين مع اليهود مسبقا على أنه لن يحدث صدام بين القوات العربية واليهودية. جون غلوب هو من أطلق على حرب 48 فيما بعد، الحرب المزيفة. غلوب شخصية مركبة جدا، لم يكن الجندي البسيط في تفكيره كما كان يتظاهر، لكنه كان سياسيا محنكا جدا، فرض على العرب خطة بريطانيا لتقسيم فلسطين. عقد اجتماع بين إرنست بيفن وزير الخارجية البريطاني في حكومة حزب العمال وتوفيق أبو الهدى رئيس الوزراء الأردني الذي كان يرافقه غلوب باشا الذي كان المترجم أيضا في الاجتماع. بيفن سأل أبو الهدى ماذا تنوون فعله، فقال أبو الهدى إننا نخطط لإرسال الجيش الأردني لحماية وحفظ الجزء العربي من فلسطين. فقال بيفن يبدو هذا شيئا منطقيا، لكن لا تذهبوا وتغزوا الجزء اليهودي. في 2 مايو التقى ضباط بريطانيون من الجيش الأردني مع ضباط من الهجنة للمرة الأخيرة، واتفقوا على كل شيء عدا القدس، وأحضروا خرائط توضح الحد الذي سيتوقف عنده الجيش الأردني ولن يتعداه إلى الدولة اليهودية. هكذا تشكلت الضفة الغربية. هذا الكلام التزم فيه حرفيا غلوب باشا، بمعنى خرج من اللد والرملة. في 10 يوليو انسحب الجيش الأردني من مدينتي اللد والرملة، فقصفت المدينتان بالطائرات، واجتاحهما بعد يوم واحد ما أصبح يسمى الجيش الإسرائيلي بقيادة الكولونيل موشي ديان. في اليوم التالي ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة قتل فيها أكثر من 170 فلسطينيا داخل جامع دهمش بمدينة اللد، وهجر أكثر من 50,000 فلسطيني من المدينتين. مات كثير منهم عطشا وهم يسيرون تحت لهيب شمس يوليو. ورغم وجود القوات العربية في فلسطين، استمر الجيش الإسرائيلي في اقتراف المذابح، ومنها مجزرة بحق فلسطينيين من قرية الطنطورة في قضاء حيفا. طوق الطنطورة من كل جوانبها الأربعة، وأغلق قارب من البحرية الإسرائيلية الناشئة الجانب المحاضي للساحل حتى لا يستطيع أحد الهرب. كان هناك جندي ومعه رشاش 9 ملم يتحرك على الشاطئ بين الرجال ويسأل كل منهم أين بندقيتك؟ من كان يجيب بأن بندقيته في مكان ما قرب منزله، كان رجلان أو 4 يقتادونه هكذا مربوطا بحبل إلى منزله. كانت البندقية تخرج من المنزل، أما الرجل فلم يكن يظهر بعد ذلك. ومن كانوا يجيبون على الشاطئ بأنه ليس لديهم بندقية، كان يطلق الرصاص مباشرة عليهم ويقتلون.
هذه ليست رواية فلسطيني وإنما رواية يهودي كان في مناصب رفيعة في دولة إسرائيل لسنوات عديدة. بعد ذلك اقتيد الرجال الفلسطينيون من الطنطورة إلى المقبرة، وهناك أوقفوا في صفوف وأمروا بالحفر، وكلما كان الصف ينتهي من الحفر كان الرصاص يطلق عليهم ليسقطوا في الحفرة. لم يكن لدى القيادة الصهيونية أي قلق أن الجنود لن يعرفوا المتوقع منهم، فقد زرع في ذهن الجنود قبل بدء العمليات بوقت طويل أن الفلسطينيين ليسوا بشرا.